أقدر ولقيت له شبيه أتحدى مثل يظهر وبس يقدر عليه علموني منه يقدر ولقيت له شبيه أتحدى مثل يظهر ولد نادي محاولة لمصلحة تتحيل على مشارف المنطقة مرور بشكل مثالي دخول إلى منطقة الجزاء محاولة مستمرة خطيرة لحظات تسليم الجوائز على الحاضرين حكم اللقاء عبد الرحمن القاسم الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه وللنهائي الثاني على التوالي يكون حكما للمباراة النهائية طالب سالم المري الحكم المساعد الدولي الأول واحد أفضل الحكام المساعدين في آسيا وفي العالم أيضا سعود أحمد الحكم المساعد الدولي الثاني فرناندو هيرو وحوار مع تشافي بعد أن خسر فريق السد بعد انتصار كبير للدحيل خميس الكواري الحكم الرابع وهناك حكام الفار سلمان الفلاحي وعبد الله العزبة وخالد عايد لحظات تاريخية بعد مشوار لكلا الفريقين فالسد تفوق على الغرافة في الدور ربع النهائي 4-2 ثم على الريان 2-0 في الدور نصف النهائي بينما الدحيل تفوق على الشحانية في الدور ربع النهائي بهدفين ثم على السلية بثلاثة أهداف في الدور نصف النهائي ليواجه السد في ثالث نهائي لفريق الدحيل ويفوز باللقب على المركز الثاني فريق نادي السد الرياضي الزميل جاسم حسين عريف الحفل ومراسم تسليم نادي السد المركز الثاني تشافي هرنانديز حوار سمو الأمير مع تشافي هرنانديز شكر وتقدير لما قدمه تشافي لكرة القدم عموما لقطر ونادي السد خصوصا وتفوق إن شاء الله المرحلة القادمة كمدرب للسد جابي كابتن وقائد فريق أتلتيكو مدريد ونجم السد ياسر أبو بكر عبد الكريم حسن كان حاضرا دائما وأبدا بمشواره وكراته وأهدافه لكن اليوم لم يكن في المستوى المطلوب كما كان علي أسد أحد اللاعبين الداعمين للفريق في الشوط الثاني يونغ لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي سعد الشيب سعد الدوسري حارس السد وأفضل حراس آسيا على الإطلاق خوخي أبو علام مدافع نادي السد ونجم العنابي أبطال آسيا طارق سلمان وأكرم عفيف أكرم عفيف بشكل عام لعيبة السد قدموا واحدة من أقل مبارياتهم مقارنة بمرات سابقة ياسر أبو بكر بدلاء نادي السد اللي كانوا حاضرين أيضا في مباراة النهاردة سالم الهجري حسن بالك وسعود النصر مشعل برشم حارس المرمى اللي تحمل المسؤولية في أوقات صعبة أيضا بغياب سعد الشيب حسن الهيدوس كابتن وقائد الفريق أيضا وقائد قائد العنابي شيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس الاتحاد الخليجي فاز بها بالأمس بإجماع الجميع بيدرو كذلك هنا أيضا حسن بالانك نجوم نادي السد ولاعبي احتلوا المركز الثاني وده بيحدث للمرة رقم 8 في تاريخ نادي السد لقب الوصيف فيريرا 73 سنة المدرب البرتغالي سمو الأمير يعرفهم تماما يعرف قدراتهم يعرف إمكاناتهم قريب منهم يشكروا على ما قدموا خلال السنوات الأربعة لأنه يعرف أن السد شارك ب 80% من لاعبيه من 80% من لاعبي المنتخب أبطال آسيا وأمم آسيا من لاعبي السد محمد سالم غانم العلي محمد غانم العلي رئيس جهاز كرة القدم بنادي السد ونترحم على سالم العلي العزيز الغالي الإداري قطعا ونائب رئيس الجهاز السابق واحد من الأسماء اللي كان ليها مشوار جميل مع نادي السد ومعانا كإعلاميين رحمة الله على سالم العلي نجوم الدحيل يستعدون للميداليات الذهبية ولرفع الكأس لثالث مرة في تاريخهم فازوا باللقب مرتين في بطولتين
في المشاركة الثالثة في النهائي يصل ويواجه الزعيم ويفوز على الزعيم للمرة الثانية في نهائي الكأس، لكن هذه المرة بالأربعة جاءت مقنعة واستحقوها عن جدارة. نعم عن جدارة. مبروك لنادي الدحيل، مبروك لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس نادي الدحيل، مبروك للكابتن خليفة خميس نائب رئيس النادي، وعدنان العلي مدير عام النادي ميداليات المركز الأول. فريق الدحيل بطلا لأغلى الكؤوس، الدحيل بطلا لكأس سمو الأمير النسخة 47، الدحيل بطلا لبطولة الكأس في أول مباراة لافتتاح، نعم هو افتتاح استاد الجنوب، استاد كأس العالم 2022. هذه اللقطات التاريخية وهذه اللحظات التاريخية للاعبين قد لا يشاركون في كأس العالم، لكن يشاركون الآن في استاد كأس العالم. إدملسون نجم اللقاء الأول، الحارس خليفة أبو بكر لم يشارك، والنجم الكبير المغربي مهدي بن عطية، نجم اليوفي ونجم روما ونجم بايرن ميونخ ونجم الدحيل. كلود أمين الحارس الأمين، بسام الراوي اللاعب الدولي الذي غاب بسبب الإصابة، سعود المهندي حاضر أيضا نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، مونتاري، مراد ناجي ظهير وجناح لم يستفد منه كثيرا في هذا اللقاء، مارتن جونيور أحد نجوم هذا اللقاء لاعب خط الوسط المهم، ناكاجيما اللاعب الياباني اللي تم تبديله بين فريق الدحيل في الشوط الثاني، الأحرق أحد المواهب الجميلة، عاصم مدبو كاسحة الألغام بابتسامة جميلة من سمو الأمير، هي معتادة، معتادة الابتسامة في كل الظروف، في أحلك الظروف وفي كل المناسبات الابتسامة حاضرة والتفاؤل من سموه حاضرا دائما وأبدا. سلطان البريك يغاب عن اللقاء للإصابة، حازم أحمد شحاتة شارك في الشوط الثاني، يوسف العربي النجم الكبير الذي شارك في الشوط الثاني وأضاف، المعز هداف آسيا، وكلمات دائما لها مفعول السحر من سمو الأمير للاعبين، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تقدير لقيمة لاعبين. فاريا المدرب البرتغالي التلميذ الذي تفوق على الأستاذ فيريرا، فريق العمل للجهاز الفني، خلف الصورة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي سعيد تماما لأن نجاح المونديال هو نجاح له، ظهور اليوم بهذا الشكل هو نجاح له، وقطر دائما وأبدا في الوعد وبالموعد حاضرة دائما. سمو الشيخ جاسم بن حمد شيخ الشباب الممثل الشخصي لسمو الأمير، دور سمو الكبير في مشوار الرياضة وكرة القدم عظيم، مدعبة من سمو الأمير لأحد أفراد الجهاز الفني للدحيل بأن الوزن زايد شوية، أمال اليوم الرياضي اللي سموه اقترحه وحصل كأول دولة في العالم يكون عندها يوم رياضي لكل أجهزة الدولة للعام والخاص، يوم رياضي تاريخي. علي عفيف، كريم بضياف أحد أهم الغائبين، أحمد ياسر عاد بشكل كبير، محمد موسى كابتن الفريق، وكريم بضياف الغائب الحاضر. نعم لحظات رفع الكأس، كأس سمو الأمير من نصيب الدحيل، الدحيل بطلا لأغلى الكؤوس، الدحيل ولثالث مرة بطلا لكأس سمو الأمير، الدحيل بالأربعة يتفوق على الزعيم ويرفع الكأس الغالية. مبروك للدحيل، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لقطر، مبروك للعرب، مبروك للعالم. هذه الصورة الجميلة في افتتاح استاد الجنوب مونديال 2022. على هذه اللقطات تقبلوا تحياتي معلق هذا اللقاء أحمد الطيب، ألتقي وإياكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.